يعني في الحقيقة فوز كبير جدا وبداية مبشرة لفريق نادي الزمالك في البطولة العربية بعد ما قدر ان هو يفوز على الاتحاد المنستيري التونسي في اولى مبارياته. والفريق في الحقيقة قدم مستوى مميز جدا كممثل وحيد للكرة المصرية بصفته بطل الدوري في الموسم اللي فات. يعني شفنا مباراة في الحقيقة غاية في الروعة. 4-0 نتيجة حلوة قوي 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 طبعا بيبتدي بيها نادي الزمالك هذه البطولة، وبيقول ان المصريين يعني في هذه البطوله بصفته يعني بطل الدوري المصري قادرين ان هم يحققوا مراكز. هل هيقدر الزمالك يستمر بنفس الوتيره في ظل وجود فرق قويه جدا وفي ظل وجود لاعبين اقوياء جدا في البطوله العربيه؟ هل طموح الزمالك يتوقف عند هذه المباراه، ولا ممكن يقدم مستويات اعلى فيها المباريات القادمه؟ ايه هو المطلوب من الجهاز الفني واللاعبين من اجل استعداد للمباراتين القادمتين امام نادي الشباب والنصر السعودي عشان يضمن التاهل للدور الثاني من البطوله؟ تفاصيل كتير هنعرفها من الناقد الرياضي الاستاذ ابراهيم علي اللي منورنا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني 4-0 ده رقم حلو قوي، نتيجه كويسه قوي، ولسه يعني لسه والنبي الزملكاويه اللي بيشجعوكوا وخليكوا كده مكملين بقيه البطوله وخلي السكورز الحلوه دي مكمله معانا. شفت ازاي الماتش وبعد يعني بالذات الاتحاد المنستيري يعني مش فريق سهل، يعني شفت ازاي المباراه امبارح؟ طبعا فريق الاتحاد المنستيري من الفرق القويه في تونس، كان في يعني بيحتل المركز الرابع الموسم اللي فات في الدوري، من الفرق القويه جدا في الدوري التونسي. طبعا نتيجه كبيره جدا حققها نادي الزمالك اللي بيفاجئ الجميع، يعني تقريبا نادي الزمالك الوحيد اللي داخل البطوله دي من غير ولا تدعيم، من غير صفقات بسبب وقف القيد بتاع النادي، في بعض الاصابات او اللعيبه اللي بتغيب عن نادي الزمالك بعد طبعا انتهاء الموسم ورحيل اللعيبه المعاره، وكمان انضمام بعض اللعيبه المعارين مش كلهم انضموا لان في مشاكل شويه في التأشيرات. تحديات كبيره طبعا بيقابلها النادي اكيد. بالظبط، مشاكل كمان ماليه بيواجهها النادي، فكل دي كانت مهيئه للناس او مهيئه لجمهور نادي الزمالك ان الزمالك هيدخل المباراه او البطوله بالذات ان هو يدخلها معنويات قليله شويه، ممكن ما يقدمش فيها المستوى المطلوب من النادي او المستوى اللي كان بيقدمه طوال الموسمين اللي فاتوا في الدوري يحقق بيهم الدوري وكاس مصر وكده، بس لا شفنا فريق مختلف تماما قدام الاتحاد المنستيري اللي ظهر بشكل سيء جدا، اخطاء فرديه، عدم تركيز من الفريق، في بعض اللخبطه في الفنيات من المدير الفني بتاع الفريق التونسي، استغلوا نادي الزمالك، استغلوا خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك اللي معروف عنه ان هو عنده شويه فلسفه شويه بان هو بيحب يغير مراكز اللعيبه، بيحب يلعب بخطط مختلفه تماما عن المعتاد عليها هنا في الدوري المصري او الشكل التقليدي اللي احنا بنلعب عليه هنا في الدوري المصري، وده ظهر بشكل مميز جدا في ماتش امبارح، عشان كده نادي الزمالك قدر ان هو يحقق نتيجه كبيره زي اللي شفناه امبارح. بس اوسوريو يعني ربما استغل ان المدير الفني لنادي الاتحاد المصري اتغير من فتره قريبه ولعب على ده وما غيرش خطته اللي هي يعني ربما بيلعب بيها بشكل كبير. شفت ازاي ده اثناء تفاصيل المباراه؟ لان هو اوسوريو مضطر ان هو يلعب بالطريقه دي لان هو ما عندوش اللعيبه الكفايه في الفريق ان هو يخدموه. هو دايما على طول في المؤتمرات الصحفيه بتاعته بالذات في الدوري في اخر كام ماتش كان ليه تصريحات جدليه شويه، كان بيثير الجدل شويه، تصريحات ان هو عنده شكوك في اللعيبه، عنده عايز تدعيمات في مراكز معينه، بيطلب لعيب مثلا مدافع بيلعب برجله الشمال، يعني طلبات غريبه شويه بيطلبها مدرب ما عمرنا ما سمعنا عنها في الدوري عندنا او في فريق زي نادي الزمالك او الاهلي او الاسماعيلي او الفرق اللي كانت اللي موجوده عندنا في الدوري. فهو واضح عليه ان هو مدرب عايز يعمل حاجه في فريق جديدة. عايز يعمل حاجه جديده بالظبط. دايما الناس بتشبهه شويه بخلاف الفارق طبعا ان هو عنده فكر شويه او فلسفه جوارديولا،
المدير الفني طبعا بتاع مانشستر سيتي، هو بيحب يجرب طرق جديده، عايز يبني الخطط اللي هو لعب بيها جوارديولا مع مانشستر سيتي في السنتين اللي فاتوا، ان هو بيغير اللعيبه، بيلعب من مهاجم في خط الوسط، بنشوف بيغير مركز مثلا باك يمين بيلعبه في الدفاع، ده اللي احنا بنشوفه في نادي الزمالك في الفتره الاخيره، ان هو بيلعب بخطه مختلفه، تغيير المراكز لبعض اللعيبه، لان هو محكوم شويه بالقائمه اللي معاه، محكوم بجوده اللعيبه اللي معاه، طبعا المشاكل الماليه وعدم القيد وايقاف القيد. والله لو في ظل المشاكل الماليه وعدم القيد وكل ده وقدر ان هو يحقق نتيجه 4-0 يبقى هو فلسفته كويسه وعنده عقل. اكيد هو اكيد بيقدم كره مختلفه عندنا هنا في نادي الزمالك او في مصر، بس بنشوف بعض يعني بعض المباريات اللي ما بتساعدوش شويه الفلسفه دي، او ما بتساعدوش شويه الطريقه اللي بيظهر بيها، لان شفنا في اخر ماتشين في الدوري طبعا قدام النادي الاهلي خساره كبيره جدا نتيجه 4-1، بعد كده تعادل في المباراه الاخيره 2-2، فبعض المرات اللي بيدخل بيها سوريو ساعات الفلسفه اللي هو بيلعب بيها ما بتساعدهوش، او اللعيبه كمان لسه مش متعود عليه، لان هو بقاله تقريبا ماتش امبارح ده كان الرقم 15 ليه مع نادي الزمالك، حقق انتصارات كتيره، خسر مرتين تقريبا وتعادل 3 مرات والباقي كله انتصارات، ف يعني هو ساعات بيقدم كوره حلوه جدا في ماتشات كتيره، ولكن في بعض الماتشات اللي بتبقى مهمه جدا بالنسبه له الفلسفة دي ما بتساعدهوش او ما بتسعفوش في المواعيد الكبيرة او الماتشات اللي هي مهمة بالنسبة له. امبارح يمكن ناس كتير قوي اشادت بطريقة اللعب اللي لعب بيها، شفت ازاي الطريقة دي؟ يعني بيقول يعني امبارح ادى حرية شوية لبعض اللعيبة ان هي تلعب براحتها في الملعب، اداء كمان خلينا نقول زيزو كان عامل ازاي والجزيري، شفت ازاي امبارح طريقة اللعب؟ كانت طريقة لعب هو سايب الحرية كلها للعيبة، هي بطولة ودية مش رسمية ما بتهدفش الحاجة، ليها طبعا جوائز مالية كبيرة، طبعا نادي الزمالك في حاجة ليها، في حاجة ان هو يرجع ويصلح الموسم بتاعه، لانه خلاص خسر الدوري، خسر الكاس اللي اتلعب بتاع الموسم اللي فاتت اللي اتلعب السنة دي، خسر السوبر من النادي الاهلي في بداية الموسم، فكل الانجازات اللي عملها نادي الزمالك في الفتره الاخيره فشلت في الموسم ده، فما هو ما عندوش غير البطوله العربيه، عنده كاس مصر اللي صعد ليه للنص النهائي، هو ده الامل الوحيد لنادي الزمالك ان هو يرجع يقدر يقدم المستوى بتاعه مره اخرى، فكان سايب اللعيبه بحريتها، طبعا محافظ على الفلسفه اللي بيلعب بيها او طريقه اللعب اللي بيلعب بيها في المباريات، ولكن سايب الحريه لبعض اللعيبه بالذات شيكابالا وزيزو، لان هم دول من اكتر اللعيبه اللي بتخدم طريقه لعبه عن طريق التمريرات، المهاره بتاعتهم كمان اللي بتوصل لسيف الدين الجزيري اللي قدر امبارح يجيب جون يعني من لغايه دلوقتي من احسن اهداف البطوله، قدر ان هم يساعدوا او المهاجم الصريح اللي موجود في نادي الزمالك، فالحريه دي لما بتدي لعيبه مهاريه زي زيزو وشيكابالا، كمان التغييرات نيمار اللي نزل جاب جونين، كل العناصر دي بتقدر تفيد نادي الزمالك في ماتشاته. طب هيقدر يكمل؟ يعني خصومه القادمين عاملين ازاي؟ خططهم عامله ازاي؟ مديرينهم الفنيين عاملين ازاي؟ في ظل بدايه قويه هنقدر نكمل بنفس النهج؟ هي الميزه اللي حصلت ان نادي الزمالك قدر امبارح ان هو يحقق فوز كبير 4-0، هتفرق معاه طبعا في نهايه دور المجموعات لما تخلص 3 ماتشات ونشوف الترتيب الانديه، او لو حاله تساوي كمان خدمتهم امبارح طبعا نتيجه التعادل اللي حصلت ما بين النصر السعودي والشباب السعودي، التعادل السلبي اللي حصل ما بينهم فخلى نادي الزمالك طبعا متصدر بعد الجوله الاولى، فدي طبعا نتيجه هتخدمه جدا، لان حتى كمان لو بعد كده في الجولتين اللي جايين لو حصل تعثر لا قدر الله لنادي الزمالك، لا هو معاه 3 نقاط، لو قدر كمان يحصد الماتش كمان
فايده ليه ان هو كمان هيلعب قدام الشباب السعودي مش النصر، يعني لو ما يلعب قدام الشباب السعودي لسه معين المدير الفني ما بقالهوش يومين جه اتفرج على الماتش بتاع النصر امبارح من المدرجات، فمش هيبقى برده بالقوه او الجهاز الفني الجديد اللي اتعين للشباب السعودي مش هيضع بصمته، فممكن سوريو طبعا ونادي الزمالك يقدروا يستغلوا النقطه دي. بس طبعا العقبه او الصعوبه الكبيره اللي هيواجهها قدام نادي النصر، نادي النصر ظهر امبارح في ماتش اللي تعادله سلبيا مع الشباب بالصوره دي لان هو لسه مخلص، كان عنده برنامج اعداد قوي جدا بيلعب فيها مع انديه اوروبيه كبيره قبل ماتش الشباب، كان لسه ملعب انتر ميلان الايطالي تعادل معاه 1-1 وكانوا في اليابان، فطبعا ان هو يجي من اليابان على السعوديه وبيلعب قدام باريس سان جيرمان بعد كده انتر ميلان، فطبعا مواجهات قويه، وبعديها بيوم على طول يروح يلعب في البطوله العربيه، طبعا لعب باللعيبه المحليه ما لعبش بالنجوم او الصفقات الجديده اللي استخدمها النادي الموسم ده، وطبعا وجود نجم زي كريستيانو رونالدو في الفريق. يعني خلينا نقول مثلا احنا عدينا الشباب السعودي على خير ما هنقابل النصر بالظبط يعني هنعمل ايه بقى لما نشوف كريستيانو رونالدو وساديو ماني والاساطير دي كلها هنعمل ايه؟ يعني اسامي كبيره جدا بنشوفها في الدوري السعودي السنه دي، والانديه الدوري السعودي في الموسم ده هتبقى كبيره جدا، فطبعا يعني هدف النادي الزمالك الاول ان هو لازم يعدي او يتخطى ماتش الشباب السعودي، وبعد كده اعتقد بنسبه كبيره لو تخطى الشباب السعودي وحصد 3 نقاط كمان يبقى كده 6 نقاط، اعتقد بنسبه كبيره ان هو هيحسم صعوده رسميا للدور اللي بعد كده في البطوله العربيه. وبناء عليه يعني فرصنا كويسه في ان احنا نتاهل للدور الثاني، ولكن هناك صعاب انك تستمر في اعتقادك في هذه البطوله. اعتقد يعني شويه في صعوبه قدام نادي الزمالك، خصوصا كمان ان هو اتصاب امبارح لعيب مهم برده في تشكيله نادي الزمالك ابراهيم انداي، بعض اللعيبه برده ما تقيدتش في القايمه، يعني زي ما قلنا كل ما بنطلع دور يعني مجموعه نادي الزمالك طبعا من المجموعات القويه لو بصينا للاربع مجموعات، وكمان ممكن يعني الدور اللي جاي يبقى لو الزمالك طبعا حصد الصداره هيلعب تاني المجموعه الرابعه اللي برضو قوه الانديه اللي فيها مش بنفس القوه اللي موجوده في المجموعه الاولى والثانيه، يعني لو بصينا على المجموعه الاولى والثانيه هنلاقي الاتحاد السعودي في كريم بنزيما، المجموعه الثانيه فيها الهلال السعودي برضو جاب بعض اللعيبه من اوروبا برضو قويه جدا، بس لما نبص لنتيجه الماتشات بشكل عام في اللي حصل في الجوله الاولى لا في اكتر من نادي قدر يلعب قدام الانديه السعوديه اللي استخدمت نجوم عالميين من اوروبا وقدر يعني يحقق قدامهم نتيجه ايجابيه حتى لو بالخساره، شفنا الترجي بيخسر من الاتحاد السعودي 2-1 ولكن قدم مباراه قويه، فكل الامنيات ان نادي الزمالك يقدر يتخطى دور المجموعات بعد كده يفكر بقى في الدور اللي جاي اللي ممكن بنسبه كبيره يعديه، ولكن الفكره بقى في الدور النص النهائي او وصول المباراه النهائيه هتبقى في صعوبات شويه بالنسبه للفرق الثانيه، كمان لو بصينا على السكواد ده السكواد ده نظريا كده لا يعني السكوادات الفرق الثانيه اكيد اقوى بكتير من نادي الزمالك. يعني طب يعني لعيبه زي فتوح وسيف الجزيري وزيزو يعني لعيبه جامده جدا في الحقيقه. بالظبط، بس لما بنبص على الكواليتي اللعيبه دي اكيد قويه جدا، ولكن بالنسبه للدوري عندنا او افريقيا بشكل عام، ولكن لو نبص لما لو اصطدم باحد الانديه السعوديه زي الاتحاد او الهلال لان هم دول ممكن يبقوا في طريقه في دور نص النهائي لا هنشوف ان في فرق كبير جدا، يعني بنتكلم في الاتحاد السعودي كريم بنزيما، في طبعا طارق حامد، في لعيبه اجانب انضموا للاتحاد كمان
الهلال السعودي جاب سافيتش من لاتسيو، جاب بعض اللعيبه برضو من اوروبا. الكواليتي بتاعهم او التنافس عندهم واللياقه البدنيه وكل والعقليه بتاعتهم صحيح. بتبقى مختلفه تماما عن عقليتنا هنا في افريقيا. بصوا في كل الحالات يعني انت ممكن تبقى يعني مقفل الجدول زي ما بيقولوا وجايب احسن نجوم وبتاع وتحصل يعني حاجات مفاجاه. احنا شفنا يعني كان في انديه في البرازيل ولاعبين بيلعبوا من غير كل الامكانيات دي وطلعوا بقوا من اهم الانديه والنجوم. يعني في تاريخ كره القدم في حاجات كتير وخصوصا مع الروح القتاليه اللي موجوده عند الزمالك او فيما يتعلق بتغيير الخطط. بس انت توقعاتك بشكل عملي ومدروس وعلمي ومنهجي الزمالك يوصل لغايه فين في ظل كل اللي قلته ده، في ظل وجود روح قتاليه، في ظل وجود خطط جديده، في ظل وجود ازمات للنادي ربما بتاثر بالايجاب على اللاعبين، ممكن يوصل لفين؟ طبعا يعني انا شايف ممكن يوصل لنص النهائي. يعني انا زي ما قلت لحضرتك ان يعني المجموعه طبعا النتيجه ساعدت نادي الزمالك بشكل كبير، الفوز في المباراه الاولى وتعادل النصر مع الشباب بنسبه كبيره نادي الزمالك طبعا بنسبه يعني تصل ل 80% ان هو صعد من دور المجموعات هيوصل لربع النهائي. اعتقد مباراه ربع النهائي كمان لو حسم الصداره هيلعب مع تاني المجموعه الرابعه، فهتبقى مواجهه اعتقد سهله نسبيا بالنسبه له. الفكره بقى في ان هو ممكن يوصل لنص النهائي فعلا، ولكن على حسب مين، هل هتحصل مفاجآت في المجموعتين الاولى والثانيه اللي هيصطدموا ببعض في الدور ربع النهائي؟ يعني لو حصل مفاجآت هم اللعيبه يعني فاهمين قد ايه الجماهير، يعني انتوا اسعدتوهم في المباراه اللي فاتت وهم مستنيين منكم الاكتر ومستنيين منكم ان انتوا تكملوا، مش لازم ناخد البطوله لكن نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل لابعد خطوه ممكنه عشان نفرح جماهير نادي الزمالك عشان هم فعلا يستحقوا ان هم يفرحوا. كل الشكر ليك ابراهيم علي الناقد الرياضي. شكرا جزيلا لك ابراهيم.